الموقف في سيناء يعني لو سمحتوا لي في دقائق معدوده، زي ما تفضل دكتور عبد المنعم، يعني ما ينفعش ما نتكلم عن سيناء ولا غيرها نقول يا جماعه دي 61 الف كيلومتر مربع، دي واحد على 16 من الجمهوريه، هنحلق على ايه ولا ايه؟ معظم سيناء منطقه مفتوحه، يعني السكان متركزين في اماكن محدده، 330 الف و 340 الف و 370 الف، منهم الكسر في الجنوب، الباقي في الشمال. الباقي اللي في الشمال ده اللي هو حوالي 300 الف، جزء كبير جدا منه في الركن الشمالي الشرقي، منطقة رفح، الشيخ زويد، العريش، المساعيد، وجنوبا لغاية منطقة الحسن الأسيمة. المنطقة دي عبارة عن 50 كيلو في 20، يعني 1000 كيلو متر مربع. برضو 1000 كيلو متر مربع مش مساحة صغيرة، 1000 كيلو متر مربع فيها هذه الكثافة السكانية العالية، العديد من القرى والنجوع والعشش والعشوائيات، العديد من المناطق المزروعة والهيش وإلى آخره، العديد من المناطق الجبلية الصحراوية اللي مليئة بالكدي والحشيش مع المطر والى اخره. من السهل جدا ان انا اخفي فيها شيء صغير، وده الشيء الصغير اللي استخدم في المرحله في العمل الاخير في المنطقه، في المنطقه باستخدام العربيه المفخخه والهونات. تسمحوا لي استخدم كلمه الهونات دي زياده شويه، الهون او المورتر، يعني الهون هو المورتر، يعني لان في البعض بيستخدم التعبير. الفكره المبسطه طبعا بنعتبر المنطقه دي، مش تبرير يعني، مش عاوز ابرر، وانا في حل، احنا باحثين نتكلم يعني، لكن المنطقه لما الواحد بيحط مكانه في مكان الموجود يشعر ان الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب لسبب. انا عندي الصعوبه تنشا من الغطاء البيئي نتيجه تنوع البيئه بهذا الشكل، تنشا من الغطاء السكاني، 200 الف او قرابه ال 200 الف في المكان، بزي موحد تقريبا، هو زي البدوي، انا ادوب وده انه ادوب في وسطهم بمنتهى السهوله. ثم اصبح بعد ذلك هناك غطاء ثالث، وهو غطاء الزواج، غطاء الزواج، النسب، الزواج من بنات القبائل حتى لا اكون غريبا. طبعا الكلام ده بنحاول نرفضه، حاول حتى مشايخ القبائل يرفضوه، ولكن هناك ضغوط عليهم من الاخران، سواء الضغوط دي كانت بشكل الزواج او بشكل القتل من ابنائهم، لان هم عاوزين، هم فاهمين ان اي معلومه يتعرف عنهم تروح للقوات المسلحه او الشرطه والى اخره، لازم تكون متسربه من القبائل. فعشان كده هناك ضغط على القبائل، عشان كده الدولة لازم يكون لها دور داعم للقبائل بشكل معين، و و و يعني طبعا مش دعم امني فقط، احنا في الاخر خالص هنتكلم على سيناء، يعني مش هنتكلم، يعني هنقول ان الدعم، المواجهة الامنية موازي لها المواجهة التنموية. صحيح المواجهة التنموية تاخد وقت، ولكن يجب ان تبدا، لكن المواجهة الامنية بتبقى الوقت عامل، الوقت ضاغط، فانت بتبقى مضطر تعمل حاجات معينة. لكن اذا شفت الامر على ما هو عليه مش هتوصل النتيجه اللي انت عاوزها ما لم يكن هناك مواجهه تنمويه على المدى الطويل. واحنا ساعدنا بما سمعناه ان 10 مليار للامن والتنميه، يا ريت هذا المكان يكون. وبرضه يعني قد البعض يتخيل انه نبدا من الصفر، لا، على فكره سينا لها خطه تنميه، خطتين تنميه، لكن من يمول، من ينفذ، من يضع الموضوع حيز التنفيذ، هي دي المشكله، هي دي المشكله. خاصة إن التنمية في سيناء صعبة نتيجة إن القطاع الخاص مش هيقبل عليها، لأن ربحيتها قليلة، عشان أروح في المكان ده وبعد ما كانش فيه خطورة، بقى فيه خطورة، مكسبي محدود فيحجم. فالموضوع ده يا إما الدولة اللي بتقوم بيه بإمكانيات محدودة، يا إما القوات المسلحة تقوم بيه. يعني ده الجزء اللي جاي يعني. لكن طبعا يعني التركيز فيها هيبقى على حاجات معينه، الزراعه جزء محدود للغايه منهم مش زي ما احنا متخيلين، لكن التعدين والسياحه وحاجات اخرى ده اللي هيكون عليه التركيز. لكن سينا الحته اللي انا قلت لحضرتك عليهم دولت يعني منطقه مثاليه للاعمال الخاصه، منطقه مثاليه للاعمال الخاصه. العمل اللي تم في الاخر اللي استخدم فيه العربيات المفخخه، ودي مش هنتكلم عنها. العربيه المفخخه اذا لم يكن عندي معلومه عنها مش هتيجي لغايه الهدف وتنفجر. لازم يكون معلومه مسبقه عنها. اضعف الايمان اذا ما وصلش للهدف وتعرضت على بعد كيلو او 500 متر من الهدف، هو اول ما يحس بالمعارضه هيفجرها في المكان ده. هتكون الخساره قليله ليست خساره الهدف الرئيسي. ودي متكرره، ودي معلومات، وعلى فكره المواد المتفجره دي من السهل تسريبها ومن السهل تصنيعها. يعني من حاجات كتير جدا اوليه تستخدم في الزراعه وحاجات ثانيه يعني. وسبريهات وحاجات من هذا القبيل. لكن الهون اللي احنا سمعناه في الاخر، اسمحوا لي اقول بس فكره بسيطه، وده قابل للتكرار، يعني الاستخدام ده قابل للتكرار. الهون ده او المورتر عباره بنسميه يعني مدفعيه الاسلحه، مدفعيه الجيوش الفقيره. يعني بابسط صوره عندك مدفع، ماسوره اقطارها تتراوح تبدا من 6 سم
الى 8.1 من 10 8.2 من 10 دي كلها فرضاني. بعد كده 12 ملي 16 ملي بتجرها عربيه مش هنتكلم، لكن الصغير ده اللي هو 1.8 ملي ده اسرائيلي مش موجود عندنا، لكن ال 82 ملي موجود وال 60 ملي موجود. هنقول بقى في اجزاء مدفونه من حرب 67 جايز، لكن الكلام ده الجزء الرئيسي منه بيصنع في غزه بيصنع في ورش، لان الموضوع بمنتهى البساطه بصوره مقفوله من ناحيه مفتوحه من ناحيه، والناحيه المقفوله فيها ابره نتوب ولها قاعده عشان لما رد الفعل ما يغرزهاش في الرمله، لها قاعده برجول بحيث لما تتحط في الرمله رد الفعل يبقى متوزع على مساحه، ولها سيبيه بتشيلها من قدام فيها فقاعات اقدر اظبط الفقاعات على المسافه لانها هتحرك الماسوره كده او كده، لو حطيت على زاويه 45 درجه هتديني اقصى مدى قد يصل 3 كيلو، 3 كيلو من المكان اللي هو 82 ملي يصل ل 3 كيلو. فتخيل لو انا عندي هدف مساحي، هدف مساحي والطلقه لما تخرج ماشي كده، الطلقه بتخرج نتيجه كده هكذا، بنسميها زاويه مرور عاليه وزاويه سقوط حاده. ممكن اضرب بها هدف ورا مبنى، ممكن اضرب بها هدف ورا جبل، ممكن اضرب بها مرتفع، لان هي هتاخد هذا الشكل. طبعا ما هوش دقيق بنسبه 100%، لكن لما اكون بضرب على هدف مساحه معسكر فندق سوق من السهل، لو نزلت عدد من الطلقات جزء هيجي فلات وجزء مش هيجي. تخيل لو احنا فردين انا واحمد بنقوم بهذا الدور، انا شايل الماسوره و20 طلقه واحمد شايل القاعده و20 طلقه كده، يعني احطها في شنطه او على الموتوسيكل او عند العجله واروح في اي مكان، المكان ده انا قيسته كذا مره برجلي او بالعربيه من المعسكر ده للنقطه دي استهى كذا مره، ممكن يكون عندي معدل اختلاف 100 متر 200 متر ما تفرقش، لكن المسافه دي 2 كيلو مثلا، هحط هنا وهظبط الفقاعات على 2 كيلو ووجهها على في اللي انا عاوزه. معدل ان انا اطلق الطلقات دي مجرد ان انا اسقط القنبله دي في الماسوره، ما بتنزل تحت الابره دي هتضرب الخرطوشه هتطلع كم من الغازات هتدفع القنبله لهذه المسافه. المعدل زي ما بقول لحضراتكم كده 1 2 3، هذا هو المعدل. لو احنا الاثنين واحمد بنعمل كده نقدر نطلع 50 قنبله في دقيقتين. تهنئة بيه، انما ده بدايه. يعني ما زلنا في مرحله بدائيه من صحيح. استخدام هذا النوع من التحليل. وانا بقول انه اي ده للعلم هو بالظبط اللي عملناه هنا اللي هو نوع من التصنيف، يعني احنا عندنا عنف شكله ايه اللي احنا قلقانين منه، العنف السياسي يعني، انه عندنا مظاهرات وعندنا عمليات بتؤدي لسقوط رجال امن وعندنا ناس عمليات بيكون لها ضحايا، فبنحدد الظاهره اللي احنا متضايقين منها، يعني مش بنعالج ظاهره فقر مثلا اللي هي برضه عنف، او ظاهره الجريمه المنظمه اللي هي برضه عنف، انما بنعالج ظاهره ذات طبيعه سياسيه لانه هدفها الدوله المصريه. لما بنيجي نحلل اي موضوع في كذا طريقه للتحليل، يعني في دايما الطريقه اللي احنا بنحاول فيها في العلوم الاجتماعيه نقترب من العلوم الطبيعيه، ان احنا بنبحث عن ما يسمونه causal relationship، انه في سبب وفي نتيجه، يعني زي ما اللواء قشقوش قال انه في الهاون بتبقى مسدوده من تحت بتنزل على بتاع القنبله تطلع، فده علاقه سببيه ما بين عمليه الاندفاع، عمليه الضغط والاندفاع القنبله بنتكلم، دي علاقه سببيه. صعب شويه في العلوم الاجتماعيه ان احنا نلاقي علاقات سببيه مباشره لانه عدد المتغيرات هائل كبير، فبنلجا الى ما نسميه correlational relationship. يعني ايه؟ يعني لو في حاجات حصلت مع بعضها جايز يكون بينها وبينها علاقه، يعني ما اقدرش نحسم، لانه الا اذا كان زي ما بيقولوا يعني تريقوا على حتاج correlation ده، يقول لك يعني ما نقدرش نقول انه صياح الديك عند الصباح يعني طلوع الفجر، يعني فنقول هو اللي بيطلعوا الشمس يعني، لا هي طبعا مش كده. لكن لما احنا بنقول 70% من الناس اللي بيدخنوا بيجي لهم سرطان او الارجح، فهنا بيبقى في علاقه كورليشنال، محدش قال ابدا خلق علاقه سببيه ان التدخين هو السبب، لكن هنا هذه العلاقه المتزامنه ما بين التدخين في عدد كبير من الناس ومرض معين بيرجح انه في علاقه ما، كل الحكايه ان احنا لم نكتشفها بعد. من هنا طالما ان احنا ما بنشتغلش كوزر، ما بنشتغلش في علاقات سببيه،
احنا بنتكلم على كورليشن بين ظواهر مختلفة، فلازم كل ما زودنا عدد المتغيرات بيبقى احسن. وعشان كده كنت بتكلم مع الاخ احمد امبارح، انا مش يعني طبعا في الاخر بيبقى الرأي المركز على حسب المناقشة اللي هتتم بيننا وبين بعض في هذا الموضوع، ان احنا مش اولوياتنا المؤشر الاقليمي، انما ان احنا نعمق المؤشر المصري اللي احنا بنشتغل عليه. يعني كل ما عمقنا كل ما الظواهر ذات طبيعة متوازية ربما هتبتدي تطلع لنا او يعني تتفتح عن علاقات ربما نقدر نشوفها بالنسبة للظاهرة اللي احنا عايزين نهزمها. يعني هنا ايضا الباحث الاستراتيجي اللي هو زينا، احنا مشتغلش في فراغ، بنستخدم تعبيرات زي ضحايا وحاجات زي كده علشان ما يبقاش عندنا اي لحن او اي حاجة في التحليل، انما لا، احنا في الاخر احنا عايزين ندمر هؤلاء. وعشان ندمر هؤلاء يعني في حاجات لازم نعرفها عن نفسنا ولازم حاجات نعرفها عنهم. فهنا انا يعني اقترحت على الاخ احمد ان احنا في الاساس عايزين نشوف ايه حجم التواترات اللي بتحصل في العمليات، نكتشف هو مثلا عنده كونكلوجن معين انه لما بتزيد عدد المظاهرات بنلاقي فيه عمليات موجودة في المحافظة، وده موجود في معظمه في القاهرة وبحري. ده conclusion من المتغيرات اللي هو اختارها. أنا عايز نشوف متغيرات أكتر، لأنه هنا تبدو الحكاية كلمة محافظة رقم واحد. أنا رأيي الأساس هو عدد الجامعات وقد إيه عدد الطلاب اللي موجودين فيها. يعني جامعات اللي ذات الأعداد الكبيرة زي جامعة القاهرة فيها 230 ألف، احنا بنتكلم على المظاهرات على الأغلب هي شريحة في الشباب أو اللي هم يعني لسه مثلا 40 سنة أو حاجة من هذا القبيل. فهنا اللي احنا عايزين ندخله جوه المؤشر ان احنا نشوف، لأنه في الآخر هم أكبر محافظات من حيث عدد السكان، يعني القاهرة والجيزة واسكندرية والدقهلية دول أكبر محافظات من حيث عدد السكان في مصر، وفيهم أكبر الجامعات. يعني ففي هنا كل ما زودنا عدد المتغيرات اللي هي بتتحرك أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة هنا، يعني مش مسألة لما بقول صعيد أو قبلي وبحري، وقبلي كان عشان الحاجات الطائفية، الحكاية ببساطة شديدة جدا إن قبلي مين سمع عن جامعة سوهاج يعني أو جامعة كذا، يعني الجامعات كلها صغيرة وعدد الطلبة فيها صغيرين، بينما كل ما كانت الجامعات كبيرة وعددها أكبر وعدد اللي بيشتغل فيها أكبر بيبقى عندنا هنا بيئة حاضنة لهذا الفكر أو من الممكن. وأنا حاجي بعد كده عشان كده بقول كمان لازم نشوف الضحايا، مش عشان نكبر العينة. مشكلة العلوم الاجتماعية في العلوم الطبيعية ايه؟ كل الحديد بيتمدد بالحرارة وان كان مش بالبرودة، صح؟ لو عملتها ألف مرة هتلاقيها كده، فتوصل للقانون ده بتاع التمدد بالحرارة والانكماش بالبرودة. احنا عندنا الحل الوحيد ان احنا نكبر العينة، لان ما نقدرش نعمل عينة توصل لملايين المرات، فلازم نعمل عينة فندخل متغيرات تديني ارقام اكبر. لازم ندخل الجرح مش بس عدد القتلى، يعني في الاخر عينة هنا القتلى اللي بتكلم عنه مثلا من الشرطة والضباط 522 دي ارقام statistically لسه صغيرة. لو انا دخلت ايضا عدد الجرحى بتبتدي الكوروليشن تبان افضل. وكل ما دخلت فيها social وايكونوميك فاكتورز اعمل ايضا. انا عايز اشوف قد ايه، لانه اللي بتكلم هنا على الجانب اللي هو النيجاتيف، يعني بمعنى تاثيرات عمليات العنف، فبنقول في ضحايا بنقول في جرحى. انا عايز اقول ايه تاثيرها على الروح المعنويه، هل في شيء سيكولوجي؟ طيب هنحول الكلام ده ازاي الى ارقام؟ انا مع يعني النقاش جوه العلوم الاجتماعيه حوالين الكوانتيفيكيشن والتحليل النوعي والكلام من ده، يعني نقاش قديم يعني.
انما دايما بيساعدنا العمليات الكميه في احنا نقرب ندور في ايه في النوعي بالظبط، ايه اللي ندور عليه بيديني زي مؤشر كده. فاللي بنقوله انه من الممكن جدا ان احنا نحاول نشوف في نقابه الاطباء، في عندي اذا كان في جمعيه للاطباء النفسيين، هل في شيء تغير في المجتمع المصري من حيث استهلاك أدوية المهدئات، الحاجات اللي لها علاقة عامة بالاكتئاب أو الدبريشن، كل الحاجات دي اللي هي ما بين العنف وتأثيراته على المجتمع. طبعا التأثير الاقتصادي والكلام من ده ممكن قياسه، يعني لأنه موجود في أرقام موجودة. يعني برضو في سيناء مع كل الاحترام، ليه جنوب سيناء ازدهر وشمال سيناء ما ازدهرش؟ يعني دي أسئلة، لأنه جنوب سيناء كان القطاع الخاص يا سيادة اللي هو اللي عملها، وشمال سيناء سبناها في إيد مش عارف مشروع الري اللي عمله الرئيس مبارك وخد الصورة والمية وقفت بعدها. أجي نقطة أيضا اللي هو المقابل للعنف، إيه في ريزيليانس بقى، يعني في المقابل حتى الداتا اللي عندنا بتقول لنا في محافظات ما فيهاش او اقل. وانا يعني هرشح انه عشان نخلي الحكايه سهله واعمق في نفس الوقت، انه في بعض الارقام insignificant احصائيه. يعني لو انا عندي عدد مظاهرات بتتم في 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 انا بحسب 16 شهر ولا 18 شهر 50 مظاهره، اشيلها من التحليل، يعني عادي انه يطلع شويه ناس يزعلوا يعني ايه. انما اعمل اللي هو الكريتيكال ماس مثلا 50 او 100 او حاجه من هذا القبيل وابتدي اقيس بعدها. ليه؟ لان الاحجام دي هي اللي بتهدد الامن القومي، هي دي اللي بتهز الدوله. فهيبقى المارك بتاعي هو انه الحتت اللي هي بتهز الدوله. فعشان كده انا عايز اقيس الريزيليانس بقى، بسميه انا الريزيليانس او القدره على الصمود. ليه في حتت مفيش حاجه من دي؟ ليه في محافظات ما حصلش؟ ليه في محافظات النسبه قليله؟ ليه في احياء النسبه قليله؟ ويمكن انا يعني عندنا يعني بعض التفكير، والاخ علي بكر ان شاء الله بتاع ان احنا نبتدي ندرس الحتت اللي تم فيها توطين حركه الاخوان المسلمين، مين المسؤول وليه تم والكلام ده قصه اخرى. انما القصه اللي تهمنا ليه عندنا المطريه، ليه عندنا المرج، ليه عندنا كرداسه، ليه عندنا كذا، ايه الظروف التي عندما تجتمع فيها الظروف بعينها ان احنا يعني يحدث عنف ويحدث عمليه توطين لهذا العنف.